نكون احنا ضيوفك، يسعدنا نكون احنا ضيوفك، يسعدنا نكون احنا ضيوفك. لأنك لا تعلم لذلك كنت بهذه العفوية، ولأن هذا المشاهد يستحق فلنجعل الكاميرا شاهدا على كل ما تفعل عبر هذه المساحة. أما قبل، احلى زول والله متكيف منك شديد. انا والله والله لازم يقلع رزمي من السودان. بس انا احمد يا ابوي احمد ما خدت كل. ايوه ده كلام صح. استني انا احمد يا دول اجري من الورقه دي، اجري من الورقه حتى عامل بدلتك دي. احمد دافع عني. يا سلام يا طب لطافتك. ها دافع عني والله انا ما ادافع عنك. يا سلام حلاوه شديده والله والله ما حلقه جديده ببلوع. وانا دي بالو اللي ده هو معانا ولا عزيزنا الجميل الحبيب المشاهد على فضاء قناة البحر الأحمر، مساء النور عليك. حلقة جديدة من برنامجك أن احنا ضيوفك، حلقة جديدة وجميلة ومختلفة. بتذكرني أبيات بتقول بمارو تعالي نعيد المسافات من بعدها ولنطول أعمارنا بالسفر، لنرسم في كل شبر هوانا ونسقط كيف يشاء مطر، ولنلتقي بحدائق مروي تكونين بالعرش كنداكة وأكون حجر. أنا كشفت كلمة من ماهية الضيف اللي بتوضح لكم بعد شوية. إمام متوكل، نحن ضيوف الليلة على عزيزنا المشاهد وعلى زولا ان شاء الله حتعرفوها لقدام، بس اعرفونا نحن ديل محمد المظلي، احمد البلال، عمار محمد زين، هتان، امام متوكل. المشاهد الكريم مساء الخير عليك. زي ما عودناكم دائما نحن نكون ضيوف عليكم من اي حته ومن اي بيت من اي مكان، نحن ضيوفكم. نحن الليله ضيوف في ضيافه كريمه عند السيده زينب عبد الرحمن الشيخ. اهلا ومرحبا بك زينب. يا مرحبا بكم واهلا بكم ومرحب بالمشاهد الكريم. وحقيقه انتم ما ضيوفنا، نحن انا ضيفتكم، واحساس جميل. يعني انا بحس اللحظه دي وانا اكون بيناتكم. وتحيه للمشاهد الكريم وتحيه لكم جميعا. والله عموما نحن في برنامجنا بنقول نحن ضيوفك، كالعادة بنجي في جلسة موثقة بنكون فيها نحن ضيوفك. تهربك من 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 الايدنتيتي او هوية البرنامج ده بيعني انك انت ما ناوية تسقينا عصير ولا حاجة. والله انا اسقيكم عصير. وبعدين يعني دائما الزول لما يقول لك يعني انت ما ضيف، يعني بيقوم يحسسك انت، ايوه بيحسسك انت سيد مكان. فانا ما اقدر احسسكم بين انت ناس اغراب يعني. انا ما هسه الاقرب ليك عمرا دير ما الناس الاصغر مني. الناس زي لو قلت لهم انت سياد مكان دير النوع الطوالي بيقول لك الريموت بتاع التلفزيون وينه؟ جيبوا لنا ام بي سي اكشن ياخذوا راحتهم شنو وافتحوا لنا قناه البحر الاحمر وبقلبوا كذا ياخذوا راحتهم يعني ياخذوا راحتهم. يلا انا دايرهم ياخذوا راحتهم. خلينا ناخذ راحتنا. انا عايزاهم ياخذوا راحتهم. ناخذ راحتنا. مظلي ما تاخذ راحتنا. اريد لي حبيبة تقدس الغرام، تكون في تعصبي كراية السلام، أيان ثرت غاضبا بوجهها تخر بين أضبعي كطفلة تنام. أريد لي حبيبة تقدس الغرام، تكون في تعصبي كراية السلام، أيان ثرت غاضبا بوجهها
تخر بين أضلعي كطفلتين تنام لا تشبه اللواتي قد سبقنها بقصة لا تشبه الأنام حبيبة تنير بالصفاء كل عالم ساده الظلام حبيبة منسوجة بإبرة الوئام ونجمة وقبلة ورعشة رقيقة كرعشة الهيام تذوب إن مسستها وتنزوي بمقلتي وتعتلي عبارتي متى نطقت جملتي تلوح بالكلام أريد لي حبيبة لا تشبه النساء أراها كل ساعة ولحظة وبرهة وشوقها يزداد كل مرة فيملأ الفضاء حبيبة تذم بالحياء كأنها التوادد الحلال والرجاء ونظرة لوجهها تسبب الصفاء حبيبة ضياء تطال كل خافق وأعين وفكرة حبيبة تطال ما تشاء أريد لي حبيبة تعلم السفر أكون في حديثها كعاشق عبر لعالم يعيش كل ليلة سمر ما بين كل نهدة ونهدة أموت ألف مرة لكنني أسر أعيش في رموشها وأمطتي خدودها ليعلم الجميع حين ألتقي حبيبتي بأنني التقيت في عيونها بمجمل البشر وأنني حصانها وفارس مقيد لكنه انتصر أطل في أحلامها وأنتشي بصوتها ويحسب السعيد إن يحوزها بأنها القدر أريد لي حبيبة تضج بالجمال أظن فوق وجهها تخلق الدلال كأنها أعجوبة أو ربما أسطورة أو ربما رواية تطل كل لحظة من عالم الخيال أريد لي حبيبة لا تعرف الصياح هدوءها كناية عن مطلع الصباح حبيبة قصيدة مطلوقة الصراح ضجيجها عبارة عن شوقها لرؤيتي أو ذوقها لنصرتي أو خلطها لراحة الضمير بالجماح أريد لي حبيبة تسبب الجنون كصدمة قوية لمرهف هنون كقصة غريبة فصولها مخطوطة بأحرف جديدة في الأرض لن تكون حبيبة متى تسير في الدروب كل مرة تدير بالعيون كأنها استجابة لدعوة الجميع في صلاتهم تمام يرغبون حبيبة تجيئني بشكلها الجديد لتنسني بوجهها ما كان في زماننا لنفسه يعيد مخلوقة من أجمل الأشياء بل تزيد حبيبة عظامها الشجون تريد ما أريد وتنتقي من رغبتي لآلئا لعقدها الفريد وترتدي طفولتي حضارتي وقصتي وبعد ألف محزن يحيط بي أراها لا تبيد حبيبة السنون تظل في قصائدي تظل في عواطفي تظل بين أضلعي في يوم يبعثون يا سلام طبعا متخيلة منظر أحمد البلال وهو أنت بتقرأ في النصر وهو بيعمل معك كده أستاذة زينب أصلا أنت من وين؟ أصلا أنا من مروة الولاية الشمالية لكن من مواليد باسل عام أنا لاحظت فيك حاجة كده وأنا لقيتك قبل كده نعم يعني أنا من كيف تبنى كيف شديد يا سلام هالزول نعم. بتعمل في حاجات أنا نفسي أعمل كده يعني بتمسك قضايا والقضايا دي كده معظمة كده بكون يعني حق النسوان كده يفتح يعني يا سلام في دول قاعد يتكلم عننا وفي دول قاعد يعبر عن حاجات وكده احنا دايرين نوري المشاهد احنا ليه جينا ضيوف عليك ادينا نبذة كده عشان هو يقتنع ده والله طبعا اول حاجة القضية انه انا بكتب يعني قضايا تمس النساء لانه انا حاسة بهم وانا مني وفيهم زي ما تقول وقضايا المرأة يعني من القضايا بالجد الحساسة حتى الرجل يحب يسمع يعني عشان يعني حسسه شوية. انت حاسة انت قادرة تغيري؟ قادر يحسن يعني في زور مثلا راجل جا قال لك يا اخي والله النص بتاعك ده هبشني لما انا عملت كده كثير يعني ومحمد سيفلا كان قدامك انت خير دليل يعني قام قال لي بعد ما انا بقول فوق يقول لي اصبروا لي قال هو عنده ثلاثة والرابعة في السكة لما جاب بشرة بطانة وقام كذب وقال عنده واحدة وحتى الواحدة لما كان ضرب التلفون وكان بشرة بطانة بتكلم فقام قالت له ده منه المذيعة المعاكي كانت بتتكلم قامت زوجته سمعت قالت له ده منه قال لا ده بشر البطانة قال له عليك الله بشر البطانة صوته زي صوتي ده
وتصيص وتلمزح. فانا في ناس بجد يعني قاموا, وانا بالذات الرجال يعني انا بخاف من الرجال يعني الائمه وكذا. حتى في النص اللي قلته يعني عن النساء واحساسي بهم, اول حاجه قدمت اعتراف كامل بانه يعني ده ما في اعتراض للقضيه دي. لكن الاعتراض وين؟ لما الواحد يكون يعني ما عنده المقدره على الاثنين وعلى الثلاث اللي هي الضره بالتحديد يعني, فالاعتراض ما موجود اصلا, لانه دي شيء يعني ربنا يعني حلله اربعه. فانا قمت قلت ما قلنا شيء, الدين محل الاربعه, كيف نعيش نحن النساء مع زول مشاعره موزعه والدين كمان ما بيرضى لنا نكون في بيت نيران وديمه مولعه, وما قالوا ليك ارمي القديمه في اوضه واحده مشلعه وسوق الجديده على الفسح واقعد معاها ودلعه, واصل الجديد دائما شديد باكر بتقدم وتجدع والساقية عندك ما بتقيف, لازم تتم هنا أربعة. الجديدة يفرح يطير بها في السماء وجنب الثرية يطلعها, والقديمة أما الولاد بيشين ملافظ ومشبعة وشايل مرتب كم شهر وإجازته طالع بايعة, شندق عروس حالف يمين في كل غالية متعة, والضر عاد ما بتعجبك لما تشوف أما الولاد بأي كلمة توجعه, وجنب العريس الماخج الكلمات غرامة توزعه, شان تفرس المسكين ديك في حشاها مقطعه, كيفين زرعنا يشيل ثمار ما دام عروقه مقلعة. يا سلام يا سلام يا سلام. وما تفرحي ما تفرحي راجيك يوم باكر تجيك الرابع أو شهر العسل, خلص خلاص وعريسنا يا دابك وعى وشاف الحكاية ملخبطة, مهما يصلح ويلفقه حاول يعالج للأمور إنه الجديدة يطلق ويرجع يشوف أم الولادة الصابري بعدم اللقى, وقتين يزيد عندك قرش لبس ولادك وأمهم الكل هدومة ملكتقى بدل تزوج درب الزواج والأسرة يضميها الشقى. يا سلام يا سلام. احمد الكلام ده ليك بالمناسبه. والله انا لسه واحده ما لقيت عشان اجيب اربعه وثلاثه. لا ده الكلام ده ليك لانه انت دائما قاعد تقول انا داير واحده واثنين وثلاثه. انا والله داير اربعه للي قال لا والله. لكن والله نحن كرساله اجتماعيه يعني بنتفق معاك في انه الدين محل الاربعه, لكن كمان بنوصي كل الناس انه يكونوا عادلين في شكل الاكل. لكن مرات كده الاولى بيكون عندها حساسيه مع الثانيه. الثانيه ما انت ما قلتي ما الجديد شديد, الثانيه تكون زول عصبيه كده تمرق زي الضابط كده وشنو ماشيه مع راجل, والحاجه دي فيها غيظه كده حبه. انا حكى لي زول قصه, قالوا القديمه كانت بتغير من الجديده شديد كده, فلما الراجل يمرق بيجي بالقايم بزعط في بعض, يا معفنه ويا شكله. اول ما يسالهم بتقول له وهي برا بتقوم تاركزني وشنو ما عارف دي. الراجل دي قالت له والله انا ما قاعد اهبشها, المره دي اصلا بتغير مني. قال كده يجري الجديدات مع مرات صغر العمر بخليهم اسكية. قامت قالت لي راجلة انا ادخل لك المره دي في اختبار, انت بعد بالليل كده يقول لا ادخل الاوضه نايمه فيها فلانه وجيبي لي حاجة من تحت السرير. ديك نايمة أو غطغط حاجات كده في اللحاف, وهي ديك أصلا ما قال لك الله يا فلانة أمشي تحت اللحاف جيبي لي كده 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 وأعمل حسابك ما صح المرضي لأنها نايمة وتعبانة. خشت جوا قهت جنب السرير واي جرتني من شعري. قلنا بتقول لك قلنا بتقول لك يا أصلا ديك ما في دول عنور ما نقول مرضي. قال مرات في رجال اصلا عادلين كده, لكن بس كده غيره المر القديمه ديك بتعمل حركات. عموما نحن توصيتنا ليكم لو دي غيره منكم ساي قللوا الغيره بتكون الحاجه جميله شد. لو نحن ما عادلين كلكم يا رجال عليك الله ابقوا عادلين شديد, ما اربعه دي صعبه كمان يعني الوسطيه كويسه. مساء الخير عليكم. والله يا احمد هم طبعا ما حيقدروا يهدروا, لكن البيجا سايد انه عادي انت ممكن تتزوج اثنين وثلاثه واربعه, لكن الاولى دي خلاص اتنست بعدك لانه خلاص كبرت وام العيال وكذا وكذا. فالرجال انا لاحظت الحاجه دي موضه يعني عادي الكلام ده, عادي انه تلقى لك مره مرميه بشفاعه وشنو شنو راجل اصلا ما جايب لها خبر لانه يكون متزوج مره ثانيه او ثالثه. ما معناه انه ما في رجال بيتزوجوا واحده واثنين وثلاثه وقادرين يوفقوا بيناتهم, في زي ده لكن شنو شويه كده شويه سؤال قال يعرسوين يا اما الحركات يخلوين يقولوا نحن برنا يا مازلني امرغوني من الشكل دي ما احنا ضيوف على الزاويه دي عمار اقرا لي الاشياء الراسخه.
انا ما ظل ده كله ما يجرى اريده ليه حبيبتي؟ كان لازم فكره في بتاعك. دخلت فيك يا زول بالقوة، دخلت فيك يا زول بالقوة، واوعى تغاوم ريدة بتخسر. جاتك جاهزة بنية فتوة تعافر فيك، لا من تجتاحك وتعلن أثرها عليك من جوا. دخلت وكانت قاصدة عيونك، ما همها الصدم من ناسك وقوة راسك وعتمت كونك ديب بالضحكة، بالضحكة تديد أحزانك. ولما تنادي عليك بلهفة، لما تنادي عليك بلهفة تطش من راسك كل وزانك. بيت يا ناس والله دعقد، بيت يا ناس والله دعقد، وبتاعت ربنا في عينيها يمين بتزيد يا زول إيمانك. دخلت وكانت فيك شايفاها، لسه مسودة جوا قلبك ولسه عيونك ما ناسياها، وبس جات دغري ولا هماها، وعارفك إنها لازم توصل ولازم أنت في يوم تهواها. في دخلت ورسمت فيها ملامحك، خلت عينيك فيها تشوفك وتقدر تفرز بين العين الطغلط فيك وبين الطغلط فيها عيونك، وتجي تتعذر ليك وتسامحك. بتهواك وتحارب فوقك، ما بترضاها النسمة تصيبك، النسمة تصيبك، وما بتتقبل شوقك، همها بس انك تبقى له وتدفن حنها جوا عروقك. بت موزونة غوافي غوافي، تحرك فيك كل المنافع وفيك تبني لبيوت ومرافي، تحرك فيك كل المنافع وفيك تبني لبيوت ومرافي، وتسرق منك كل أحزانك وتجلب لك أفراح من ما في. بيت عينيها وطن علشانك، كل الناس باقية على منافي. بيت في آخر لحظة، في آخر لحظة طولك، تعرف كيف تملك حنية وتزرع ريدة وترجع طولك. ما بتهم لو صيفك طول، ما بتهم لو صيفك طول وشمسك حرقت فيها شتولك، زولة صبورة صبورة وجد بتريدك، وازغ بتجني في يوم محصولك. بت بتعقد، انا دايرة اعرف البت بتعقد بتاعت عمار دي ازاي؟ لا لا، البت بتعقد حقت عمار دي بيقدر يدبي الفوق ليها؟ ماله بيقدر يدبي الفوق ليها؟ والله يا هشام بتعقد يفترض دبي. لا هو قال موزونه موزونه. تعرف ايه؟ انتوا هتكون ما بين الدبين. والله ما بيننا، انا واحده من الناس ما يعني ما من انصاره صح، لكن ما يعني اذا بقى واقع الواحد بيعيش. ما زلنا ما بين اريد لي حبيبه محمد المصلي، وما بين بيت بنعقد عمار، وما بين انتظارنا لحاجات جميله من هتان وايمان، ونحن ما زلنا في ضيافه استاذه زينب، وباشرتنا باستضافتها في الكائن البعنين او الشاعر الجواح. حنتونس معاها حول الجو الاسري وعلاقتها باتحاد الكتاب في ولايه البحر الاحمر او السودان، لكن ده كله حننتظر 5 دقائق او 5 ثواني او اقل، نطلع فاصل صغير ونجي راجع. فندق البصير بلازا. خدمات فندقية مميزة في مدينة سياحية متميزة، غرف متعددة الساعات وأجنحة مجهزة بأرقى وأحدث الأثاثات مع خدمة الإنترنت. فندق البصير بلازا، مقهى للمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة، قاعة اجتماعات تسع لأكثر من 30 شخص، ومتجر للهدايا. خبراتنا على مستوى عالي من الكفاءة، وعلى استعداد لاستقبال مناسباتكم السعيدة. مطعم سنجنيب ساعة 100 شخص، ومطعم تجاري مع أشهر المأكولات الشرقية والغربية والإيطالية والمشروبات الساخنة والباردة، والاستمتاع بمناظر بور السودان من على حديقة فندق البصير بلازا.
حزمة سياحية متكاملة تشمل الترحيل من وإلى مطار بورسعيد. فندق البصير بلازا. هواتفنا على الشاشة. مشاهدين على قناة البحر الأحمر ومتابعي برنامج نحن ضيوفك، رجعنا لكم ونحن ضيوف على أستاذ زينة. فلنتحد يا إخوتي، فلنتحد شان الوطن، ياهو الملاذ ياهو الضراء، يأوانا في كل المحن، بنحبه في كل الظروف، جوانا باقي مع الزمن، ولازم نوحد صفنا، ننسى الخلافات الزمان، ننسى الدسايس والفتن، ونبنيه سوداننا الجديد، وننسى القديم الاندفن، وكل الجراحات والعذاب، والماتوا من أجل التراب استشهدوا، وماتنا بالنار انكون، واطفالنا ماتوا من الحروب، من غيرنا بتلافى الكروب، حقولنا ماتت بالجفاف، وديانا بالدم بترون. أبشروا هوي أبشروا هوي، واستبشروا سودان جديد، نتلم فيه بعد شتات ما نقسمه، ما نسيبه في إيد الطغاة، نبنيه جنة على الأرض، سوداننا يا جنة عدن. ولو يسألوك جنسك شنو، سودان يقول خليك من اسم القبائل اللي ما بتجيب غير المشاكل والفتن، وروني مين الإيد واحدة وصفقت، وروني دولة مقسمة نالت مرادة وحققت الوحدة، بتقوي الشعوب والانقسام يا هل وهن. والله يا أوهاج أخوي، لو جيتنا في أقصى الشمال عينينا تبقى لك سكن، ولو جاك محمد في الشرق يسمع دبايو وإيتنين وأوكوبام، تديه جبنة مع العصر وتسقيه من قلب اللبن، وحماد يضمك في الغرب بلهفة بشوق وحنان، من فرحة اللغية البقت عينيه بالدمع ملن، وتلموا ما تتفرقوا، ما الدنيا في الآخر فراق، حتة قطن قطعة كفن، وتلموا ما تتفرقوا، ما الدنيا في الآخر فراق، حتة قطن قطعة كفن. يا سلام. يا سلام. والله يا أخي، يعني هكذا البيوت الشرقاوية ممثلة في أستاذة زينب بحميمية، تخشها بعفوية جدا، وتمرق بزول إنسان، وتمرق بزول أديب، وتمرق برب يعني برب منزل ناجحة جدا، رغم نفسها لتعددية الأزواج. عموما نحن ضيوفك متواصلين معك. إمام تركي اللي حد هسه تخيلي ما أكرمتك في بيتك بين أسماعيل فيه. والله أنا دايراها، بما إنه نحن الضيوف يعني هي تقرأ لينا وتقرأ لينا وتقرأ لينا. يلا أنا ما قبل قلت أنتوا أنا الضيفة وأنتوا أهل الدار، عشان شنو؟ عشان تنكسر قصة إنه أنا الأقدم، أنا دايرة أسمع منكم. أنا بس دايرة أسألك سؤال قبل ما تسمعي مننا، يعني أنت بتختاري نصوصك على حسب قضايا محددة وتكتبيها، ولا أصلاً بيجي عفواً كده إنه نصوصك كلها عبارة عن قضية بقضية بقضية؟ والله بتجي، أنا ما بحدد يعني أي نص أنا كتبته ما كنت قاصدة عشان أعالج به مشكلة، لكن بكون شايفة مشكلة بيجي نص بيعالج لي المشكلة اللي أنا حسيتها أو أنا عشتها أو شفتها في المجتمع. يلا قربك من القضايا وإنت ربة منزل، يعني دي روابط عجيبة كده، يعني أنت ما الزول اللي بتكوني مثلاً بتطلعي من الصباح بترجعي المساء كده، يعني ما الزول المتحركة في مجالات شغل ولا قراية ولا أنا طبعاً دريت يعني أنا أولادي بعد ما أتخرجوا من الجامعات، يعني أنا عندي هسه ما شاء الله 4 أتخرجوا، وبعد كده أنا قمت واصلت، لأنه أنا لما زوجت كنت يعني ثانوي، وبعد ما أولادي تخرجوا أنا رجحت وقريت في البحر الأحمر، جامعة البحر الأحمر هنا، وقريت يعني واصلت، يعني ما كنت قاعدة في البيت، وبرغم يعني مسؤولياتي الكبيرة يعني قدرت يعني برضو أواصل تعليمي وأنجح. وفي المجتمع التعليمي أو المجتمع العام أنا حسيت قضايا معينة كانت في نصوص مكتوبة، والله أنا كتبت النصوص يمكن قامت جات معالجة مشاكل حاليا، زي يعني حسة مشاكل الختان، ففي احتكاكي بالمجتمع النسوي والهموم بتاعتي هي ولدت مني القضايا. ما حصل مرة كتبت في الهموم بتاعت الرجال حسيت كده؟ والله أبدا، هم عندهم هم هم أصلا الرجال ما عندهم هم كنت تجاه الرجال هميانة تجاه الرجال والله، بس هم طبعا
انا نحن يعني كنساء صراحه شديده يعني انا اقول لك يعني نحن عندنا ايوه بس الليله انتوا قلتوا عصرتوني. نحن يعني لما نكتب يعني عن الرجل طبعا يعني فيه الحاجات يعني السالبه اتجاه المراه كثير جدا جدا، لكن احنا انا بالذات كمراه ما بقدر اقوم اطلع كل الحاجات، مرات بقوم يعني بالتواري كده بقوم يعني حبه. ونحن زياده بنحس الناس وعت يعني للشعر، والمراه تقول في يعني المراه دي زمان ما كان عندها يعني ما تغزو اي قناه، لا تلفزيون ولا اذاعه ولا مرئي ولا مسموع، ما كان مسموح. فهسه بعد ما سمحوا لنا عشان ما يعني يقوم بنقوم حبه لحد ما نوصل رسالتنا يعني للرجل، لكن دائما يعني هو خاين يعني مثلا في قصايدنا يعني مثلا زي نصحى اقراه لكم، بعدين بعد ما نسمع من اختنا يعني مثلا يعني هي دائما المرأة تكتب انه هو يعني خانه. فالحته دي بجد يعني نحن والله هو خان وكذب وعمل عمايل كثيره يعني يا جماعه يعني ادم والله يعني انا تمنيت الحلقه بتكون اسلام قاعده، يعني اسلام لو كان رياده انا متاكده انه انتم الاربعه ما كان حدا احنا كان حنقول لك والله حنقول لك المايكات شلون لا 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 فينا انت انا عشان اورطك في نص حميم شديد، ما انت لما تقري لنا ما هي الجلسه دي موثقه على قناه البحر الاحمر؟ نعم. فانت لما نسالك من النصوص الكاتبه للرجل يعني ابا اولادك والعلاقات الحميمه ديك، ما كل الناس دي بيسمعوا الشعر ده، يعني في نصوص اتكتبت سميها لرجل بيستحق، يعني نصوص الحبيبه ديك يعني البكايه ديك ما حصل كتبت نصوص زي دي. والله ديك لو اتكتب ما بنقدر نقولها، ليه؟ لانه يعني بحس انك كتبت حاجه غلط صح؟ مش بحس يعني بحس زي الزول كشف دواخله ولا حاجه بشكل تقرا في نصوص؟ لا ايمان طبعا وضعه يختلف. يعني انا قبل كده في واحده مذيعه عملت معي لغاه في الاف ام 100 البيت السوداني في على الهواء في رمضان، فقامت قالت لي تقري لنا نص وطني او يعني قلت تقري لنا شنو، قلت لها نص وطني، قام النص الوطني ده انا ما كنت حافظاه، كنت حاقرا لها طبعا من الورقه، قامت الكهرباء قطعت. قمت قريت لها نص عاطفي ودخلت فيه بس في بدايه السودان، قامت هي حسته يعني واولادي كان بيسمع لكن ما اظن ما جاب خبر، قامت قالت لي هسه عليك الله النص ده انت متاكده كاتبه للسودان؟ قلت لها، قالت لي غايته انا بمشي لك. بعد يومين هاشم جه سمع النص ابو اولاد اسمه هاشم، فقام قال لي صحيح انت ده للسودان؟ قلت له شنو؟ قال لي النص ده انا شاك فيه ما للسودان يعني انت ما قلت له اصلا. لا هو كان يعني فيه نوع يعني ما بجد يعني فيه عاطفه جياشه، فقعد يسالني دار يعرف لابنه، فانا قلت له للسودان. يا حسيتي عليك الله هسه قول لي للسودان يا استاذ هاشم، والله نحن جينا بالغفله ضيوف علي ام اولادك، لانه نحن اصلا ضيوف بنجم تلمين ساي، الناس اللي حيقروا لنا ده للسودان تحت مسؤوليتنا، ونحن تعهدنا ليه انه لو حصلت مشكله والله نحن اللي خربنا ليه، فرجاء نحن والله غلطانين شديد وبنتاسف لك، حتى لو ما للسودان مشيها نحن مع رجال مع بعض، اقري الله اعتذرنا لك. من فتح عيني عليه درب الهوى بلاك ما شافن حبيب، وبلاك ما عرف الرفيق يا كلمة لازي يعني البجيك، وقت الوسيعة علي تضيق ما انت روحي في الجسد، ما انت عيني البشوف بهن الطريق، والقاك لما الشوق تزيد نيران وفي القلب الهواك، القاك طفاي الحريق، والقاك ليه عمري البلاك ما بسوى شي، وكيف الفراش يا ناس يعيش من غير رحيق، والقاك في زفرات نفس تطلع مع الآهات وجع، وانسى التعب لما أشم نفسك عبير يدخل مع النفس اللي بيرجع في الشهير، منو اللي بيقول إنه الأرض تصبح أرض من غير سماء، ومنو اللي بيقول إنه السماء من غير أرض أصلا سماء، وزي ما الإله خلق الوجود في لوحة رائعة مجسمة وجعل القلوب بالدم تدخ بالحب تدب دقات عجيبة منظمة، منحك جمال كل النفوس وداك أسرار الحياة، محظوظة غير التفهمة وخلاني بيك مفتونة يا سيد الجمال، مبهورة عاشقة متيمة ما كنت ليه روحي النجاة، لما الزمن أشهر سيوفه وحطمه ويا كلب جيت شمعات تضوي الأمسيات، لما العيون قبال تراك مصابة كانت بالعمى، وزي ما الإله خلق الخلق ورزاقة من فوق السماء، قاسم لي ريدك يا الحنين واتمنى يقسم لي معاك في الريدة حسن الخاتمة، واتمنى يقسم لي معاك في الريدة حسن الخاتمة. يا سلام على الوطنية. وطن عايش. يعني أستاذة ما كانت تعمل لك فيها نيل
لما اني وطنية يعني عشان تكون وطنية. يلا انا طوالي قمت قلت لها يا وطن في الاول. ايوه يا وطن. يا سلام فتح عن عيني. يا سلام يا وسيد الجمال هناك خلاني بيك مفتونة يا وطن الجمال. قالت لي انا عشق. هو ثاني يوم جا قال لي الوطن بتاع ده للوطن. قلت له قال لي والله انا ذات اشك. والله هي كلمه اشك دي ذاتها مجامله منها بس لكني متاكده لكن في ساعه عشان خاطر قاعد لك اشك عليك. الله رايك شنو شنو وطنيه؟ والله لا شيء وطنيه جميله كذا وطنيه جياشه وطنيه. بعدين وطنيه في حسن الخاتم اللي انا ما اعرفه. يا سلام. تعرف الاستاذ مما بدات تتكلم قبل هو الهجوم الشديد على الرجل يعني يا سلام يعني هذا. لكن لما جات في كل نصوصة اتكلمت أوهاج محمد وحامد وحماد وجات راجع تتكلم حتى الوطن ذاته هو ذاته يعني بتخاطبه بصفة المذكر يعني تمام؟ نعم ما بقول الحسن يصهر حسنه ضده. أيوة غير ده بتقول إنها كاتبة نصوص بتشاكل فوق الرجال بتنبذهم. كل ما تنبذ راجل إذا الزول ده أصلا ملك مساحة إنك يخليك تمسك قلم وتكتبي صح؟ فده اعتراف ضمني منها يعني الناس ما يزعلوا شايف ناس تتهاجم فيهم كده بالشكل ده. لا ما بالطريقة ده يعني. عموما والله أنا في حلقة زي حلقة الليلة دي وبالحميمية دي أنا لا بطلع فاصل ولا حاجة عشان ما يقول علي زي ناعي الموت كل مرة بطلع الناس. المرة دي طلعنا ما زال بدل الفاصل. أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل فايروني بنجي راجع. المشاهد الكريم مرحب بك ورجعنا لك في نفس الحيز ما بين الكتابة في القضايا الإنسانية اللي بتخص المرأة بصفة خاصة ما بين الشعر المكتوب في القضايا اللي لها علاقة الوطني بخلاف بسيط في الآراء ما بين الفكر الرجلي والفكر الأنثوي مع الأستاذ ما بفكر فيك تاني ويستحيل أديك حناني بعد ما خنت المشاعر وبعد ما بعت الأماني عشت في حبك معذب ديما من ريدك أعاني وشان تحس بالضبط منك كنت نفسك في مكاني وما بصدق تاني وعدك مهما أصهرت التفاني اكتشفت الفيدة واخلك انت غدار انت جاني ويا خسارة شعري فيك يا ما غنيتك أغاني وفيك ضاع عد كل سنيني وانت ايه سويت عشاني وهسه جاي عشان اسامحك وانسى اغفر لك هواني يلا ارجع بيدي ريبك اصله عندي الحب معاني وكنت وين يومي لما جمر الشوك كواني ولما كنت عليك بنادي وصوتي يرجع لي تاني وانا بجد يعني حسيت بانه انا زي ارضيت الاخت وانتم فالنص الاولاني ذاك بهديه لكم انتم الما فيه يعني اي معنى الدنيا رغم حلاتها زيف ما بدري انكسر الالم لليله ما قادر يقيف فيضان هواك ما رد زول يوم هد بيوتات الخريف وانا جرحي من غدر الزمن لساته بنتح بالنزيف عهدا علي ما اوصلك ولا يلمسك حسي الرهيف منا في هواك جيعان يهد لا ضبط كسره ولا رغيف تايهه وبفتش لعشم شان اوصلك والقاك كيف بردانه مكسيه هواك في دنيا قالوا عليها صيف وانا قايله سكني معاك ملك ما قايله ببقى معاك ضيف لو زول غلط غلطان انا الكونت ليك احساس نظيف لا فيه خيانه ولا خداع لا فيه ارهاصات وزيف احساس بنطق للبكم ويضوي في عيون الكفيف احساس بشيل حجر الجفا وبيت تقلو حاسي عليه خفيف احساس بعين الناس امان وعينك ظلم شايفه ومخيف احساس بتلعب بيه وزمن والريده للذهل الحريف احساس بنور في الظلام احساس حرام مولود هم الرحمه الحلال احساس بتيح كل المحال رضحت بالفوضى النظام وفطمت ليه يا قاسي ليه
قبالي يصل سن الفطام. سن الفطام عارف هي كم؟ هي سنين تفوت الألف عام. إحساس صفا خوف انتباه لا من يحين وقت التمام تتحارب الأشواق عليك شان توصلك كان تلقى فيك ذرة سلام إحساس قدر ما ينقصه قدر ما ينقصه قدر ما ينقصه لساته في جواي تام إحساس أكان لبليس مشى كان في شرايع الله استقام كان الله رجعه للسما وخلاه في جنات حام إحساس قدر ما أوصفه يعجز عن الوصف الكلام وأنا أنا افتكرتك هرتني مخنوقة خانقاك بهواي الليلة كيف اللمتني وركبت بصات الخداع وأنا جارية أركف فتني وحرمتني أسكن هواك يلبي هواك سكنتني واجعني إنك ما معاي وبدون مقابل بحتني واجعني إنك قلت لي رغم الصراعات ردتني ومليتني بالشوق الجميل هسه بتساهل سبتني جاياك وعشمان الفرح يلبي العذاب كونتني شايلاك قماش ليريد معاي شايلاك قماش ليريد معاي قطحت لي قطحت ليلتك تني ما ظني محمولا براك وكل همك البستر عراك عايش في تيار الحزن همك على حزن المعاك بالعافية تزرع ليك فرح ويوم الحصاد تجنيل سواك ما انت رغم القلت فيك رغم القلت فيك رغم القلت فيك محترف بيك إنسان ملاك يا سلام حلاوة بس يا ملاك أنا زي كل الخلق بنتح هموم همّن يعلمك الصبر تحرس مع القمر النجوم همّن يجيك عز الشتاء عز الشتاء يسلخ جلد باقي الصبر بموية اليأس السموم وعلى العموم أنا ما بقول ليك داير ألوم والزول وكتما يحس براوة الزول وكتما يحس براو بنية إحساسه بينوم مهما يضيق بيك الزمن أصبر عليه كمان زمن ربك كريم وبيفرجا طول ما اتكلت عليه بس من غيره ما حارس رجا أطراه دائما واحمده لو بس همومك فوضا صدقني بتعيش مبتهج وأنا هسا مالي للرضا غسلت ريتك بصبر بدعك همومي ويقرضا شربان ريتك في جواي وغسيلة هد عديل قواي وانا انا واشقاي انا واشقاي انا انا واشقاي انا انا افتكرتك افتكرتك ردتني يا جماعة بتعرفوا بتعرفوا حاجة اسمها الردحي والله يا احمد انا فقدت اسلام يعني اسلام النص ده لا يعني احب النص عندي انا يعني بشوف النسوان ده يردح عن كده في الرجال هسه يتخيلوا معي انت زوله صريحه والله من 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 مجمل ونستنا معاك ونحن في ضيافتك وكانت ضيافه بالمناسبه انيقه جدا يعني عرفتك انك انت زوله صريحه وحقانيه تخيلوا انه ردحيك اللي بتعمله فيه ده لو الرجال ده كله انزعلوا وشقوا البحر فاتوا عالم تاني وخلوه تكونوا مرتاحين يعني المشكلة ما حنكتب تاني حنكتب في شنو؟ يعني طيب نحن نقعد تردحوا فينا نمشي تزعلوا يعني نعمل شنو؟ الحل اللي انتوا دايرين شنو نعمل لكم؟ بس والله بس ما بندوركم ما بنبقى بلعب هذه شبكة نعم احنا دايرين نرجع لجو البيت تاني انا داير اسالك من من يومك في رمضان عمار رجع ولا شنو؟ في رمضان في رمضان اليوم عامل كيف يعني عندنا اليوم في رمضان في البيت مثلا امي بتعمل الفطور بس عبير بتعمل العصير وبتجيب عليه كده منار بتعمل العشاء يعني تقسيم على حسب انا طبعا كله لان انا ام لخمسه اولاد ابناء رجال يعني الحمد لله بصوم وعندي بيت واحده والحمد لله يعني هسه يعني رمضان ده حتحصل معي طبعا رمضانات كان بيساعدني الحاجات الخفيفه ولكن ممتحنه شهاده والحمد لله هسه يعني نجحت ب يعني نتيجه طيبه ولكن كل اليوم يعني انا يعني من شاي صباح عندي اطفال اثنين يعني واحد في سادس هسه ده اصغر واحد
بعمل له شاي الصباح يعني يوم رمضان ويوم عادي. يوم عادي رمضان وفطوره لشاي الصباح وفطوره للصغير اللي هو هسه حاليا في سادس. وبعد كده اليوم عادي جدا جدا زيه وزي اي يعني ام او ربة اسرة. بعمل العصيدة وبعمل القراصة. وبالمناسبة انا يعني زولة طباخة شديد يعني في اي محل يعني ده ما شكر والله في اي محل بتعرف ملاحي يعني بقول لهم دم احنا حرفين العشرين يعني ان شاء الله والله غايت طبيخي كان زي شعرك ده معناه انت طباخ والله في اي محل بتعرف ملاحي بقول لهم الملاح ده عاملاه وزينب ف يعني يوم عادي رمضان زيه وزي اي بالمناسبة يا استاذ زينب نحن عندنا طريقة قبال ما نجي ضيوف على زول بنرسل جواسيس صغار يعرفوا لنا معلومات عن البيت اللي نحن هنكون ضيوف عليه. نعم. فمن ضمن ال المعلومات المعلومات البسيطة اللي وصلتنا في زول لاقانا بطرف البيت قال لنا والله انتوا استاذ زينب دي لو ما سألتوه عن قصة الحلاوة الصغيرة دي معناه انتوا ما استنطقتوا علينا بشكل جيد. وقلت لهم انا ان شاء الله انتوا تابعوا برنامج نحن ضيوفكم على قناة البحر الاحمر وانا سؤالكم ده طوالي بقوله لا بدون ما اعرف قصة الحلاوة دي شنو وهي حتقول لنا قصة الحلاوة دي شنو والمناسبة شنو ونتج منها شنو. والله قصة الحلاوة دي هي الحلاوة الصغيرة دي فسموها دي حلاوة الشوايقة يعني لانه بقولوا طبعا هي دي دعابة يا جماعة والله نحن كلنا يعني في السودان ما بنحب يعني نقوم الغبلية والحاجات دي لكن شنو فأنا كنت في مواصلات أمجاد دي وقام واحد سأل الثاني قال لي انت ناس اسم يعني كده عزموك قال لي والله عزمونا وجايبين لنا كرت بالذهبي وبالفضي لكن لما مشينا جايبين لنا جوفر سفن وحلاوة الشوايقة بتاع أمجاد قال لي بلح صغيرة دي اي بتاع أمجاد قال لي بلح حلاوة الشوايقة قال لي أبدا دي الحلاوة واحدين بيقول لها قزقز ولا شنو حاجة صغيرة كده دي حلاوة حلوة شديد والله فقام قال له دي حلاوة الشوايقة قال لي لا بس يعني هم جلود يعني نحن يعني نقول ده حقتهم هم لأنهم جلود أنا الساعة دي كان جربتها يعني جربتها لبيتنا وقلت لها بتي هبة دي قلت لها دار لي كوباية بتاع الشاي وزعلانة والله بجد يعني من الكلمة دي شديد قلت لها اعمل لي شاي وديني ورقة وقلم ادتني الورقة والقلم ومشت عملت الشاي وكانت القصيدة دي إذا عملت فيه ساعات وتاني ما زدتها وبحرقة شديدة زي كأنه الزول حيكون سامعني وأنا متأكدة يعني هو سامعني حسيت احنا قريب بحرقة صح؟ هاي بحرقة أصلا ما قاعد أقدر أقرأ النص وأنا كده يعني مبتسمة قلت له منو قال لك نحن جلود نحن غسمت بالله رب القدرة جل الواحد المعبود نحن كرمنا فايت الحد لو بوبار ولو مشهود كرم والله من الساس كرم ما له أي حدود نحن كرش ونحن مدين نحن تمود نحن النيل ونحن نخيل ونحن الجود قبلنا من اللي اداك كهرب اظن براك تكون عارف في السودان قبل سد مري وواك في سدود ومانتن في عمارك ده سمع لك يوم قالوا الشايقي اكل حق زول ولا جبان ولا حسود كمان بتقول علينا جلود جلدك بل بيقولوا عليها نسفيه يتبنوك بيري ويس العود لسانك ما يقول الحق عيونك فجأة تبقى قدود رجولك ما يشيلنك وباقي أعضاك كسور وردود نحن جلود يجلدوك في النظام العام يخطوك في الحراس عوام يودوك في البيوت خدام وناس البيت يكونوا لؤام يغدوك في صحن بوبي ويزهوك بصفيح مقدود قال لك نحن جلود ما قال لك نحن أسود وما حكوا له في التاريخ وما قالوا له نحن جنود وما قال لك مهارتنا التاريخ عليها شهود ولا وراك مهارتنا من الطين بنينا بيوت الجايين متهكم وخاد في راسه نحن جلود نجلده جلد لا من جلده يتقطع يقوم لجلده تاني نجلده لا من لحمه يتوقع ويقوم لجلده تاني نجلده إلا براه يا بصوت والقاصدنا وقال مين قلبه نحن جلود يا الله تجرح قلبه بسكين وما نلقاله أي مضاد ولا مطهير جروح لا يود يجيك الشايق القطة غتيد يجيك مالي جيوب هبود يشيل يكمد ويتفس في جريح قلبك يشكن بالنعال والعود وانت تصيح تقول الروب يكون يا داب عرف يا دوب ان احنا شوايقي ما نغتات ونحن شوايقي ما نجلود يا اخي دمت ولا دمت اللي الغتاته كيف يعني دمت الغتاته دمت الغتاته والله يا اخي حاشاكم يعني التحيه لكل الشوايقه في كل مكان ولكل قبائل السودان بالتاكيد زي ما انت قلتي
الكلام ده بعيد عن العنصرية، لكن يعني تحية لقبيلة الشوايق ممثلة في أعلامها في ظروف الشعر المختلفة زي إسماعيل حسن، زي حاتم حسن الدابي، زي ذكروا معايا الأشعار الشوايق. احنا لو ذكرنا مرحوم حميد وهم يعني بجد بجد الشعراء كلهم ايوه شعراء كان ما حتقدر تحصل، لانه هو اي شايقي من الشوايق اللي بكتبه هو عباره عن كميه كده من الشعراء. انا شخصيا من الناس اللي بطرب جدا بشعر الشوايق، بس حاجه دايره اعرفها يعني زي النص بتاع الحرقه ده، ليه بيمشي يدعي وطوالي وانت 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 طوالي كده اصلا أي. يعني زي حقنا حق الحنين مش بيبكوا فوقه اصلا ما بكون فيه نوع من القسوه اي شيء يعني حاجه نص نص ما في يعني لا ما في نص ابدا لا ما في بس يا اما شفت زول هبشه كده تديه كده بين يا اما اصلا حنين عليك تدي الحنيه كلها احمد ما تدي الحنيه كلها والله يا انا الليله ما اعرف لكن وقتي والله جد جد ما اعرف اظن به على نفسي رايح شنو يعمل زي والله يعني يعني انا مصير والله في ناس اذكرهم بالاسم الفاتح ابراهيم بشير وسفل المجل وكميه من الشوايق اللطيفين شديد واللي احنا والله يعني سعيدين شديد ان الليله اللي جينا لينا كنز ويعني يعني انا مرات كده فجاه بخش في حنين شكله غريب بدون ان مبرر يعني في اللحظه تحديدا انا والله داير اقول شكرا لكل اللي ادونا فرصه في ان احنا نعمل برنامج نحن ضيوفك ونجي نصور في برسودان على راسنا التيم العامل في الغناء تحديدا. الكلام ده ما معناه انا بصرح بانه قريب للخواتيم يعني، لكن في اللحظه تحديدا ما اعرف ليه انا حابه ان احنا في الضيافه دي اشكر كل التيم اللي له علاقه بصناعه البرنامج اللي على راسهم في اللحظه دي، الاستاذ لؤي اللي قاعد يخرج لنا ويعني الليدر بتاع الغناء دي الاستاذ صادق الملك اللي ادانا فرصه انه ننقل حاجاتنا من المركز لمركز ثاني اسمه بورسودان عشان بالصدفه كده نجي نلقى يعني شايقيه ابدا ما ضنينا ولا احمد عموما انا ما عارفه انت بتكون محتاج شنو من الناس اللي انت ذكرتهم، لكن انا داير اركز لك على الاستاذ الصادق الملك كده نعم. وانت بتعرض عليه يعني انا بورسودان داير في بورسودان كده هات ارض وداير في من بورسودان عروس وداير كده، فانا ما عارفه دي كسر الثلج للاستاذ الصادق ولا شنو والله هي انا عملوا لك شنو موضوع العروس والله ما عملوا لي حاجه بالمناسبه انا والله الكلام ده بعدين ما يمنتجوه كلكم الناس زي الله انا جيت من الخرطوم وشغال معاهم برنامج اسمه نحن ضيوفك وخليت لهم الولايات ده كلهم وداير منهم زوجه ذكروني قال لي نسيت حاجه وقطعه طرد وعربيه لا خلوها زوجتين بدل العربيه داير زوجه ثانيه يعني اي زوجتين وعربيه وقطعه طرد وقطع طرد ويعني قريشات في البنك كده ومركز مركز في البنك انا في رايي يعني ده ما محل الطلب يعني انا خليه في حاجه كده طويله كان بيطلعوا فيها الناس زمان لا عشان الواحد يقول انا بنتهر يعني فانا خليه لو طلعت خليه بينفذوا لك يعني جزء منها لكن هنا لكن هنا ما احنا الا بس اطلع في البطاعه الطويله دي كلهم انا حينتحر ما حقوا لي الحاجات دي انا حينتحر هاي حينزلوك وما حطل حصل حاجة برضو رأيكم شنو نقوم نسمع لها الثانية شايفة من جبال زاغ من الجراية الدنيا رغم حالات الدنيا في عين المحبين وزغزح والصحرة مسح من عشم عشم في نيل قريب أمواجه كثبة الرملة والري انفزر الجهل حد المعرفة بكل تفاصيل السخف والناس نمل ما قلنا يا شوف النمل أهو هسا عريت الجميع لبستو بالدروشة ما دردق الكيس ما دردق الكيس في الأزقة برافهم شارد أكان من جلبة الطير في الفريق الطير البزيب المهلة ويهبطوا في المضيق الشلخ السما بالسلوك وين الملوك ديل اللي بكسروا الكسرة ديل الملوك وين الملوك ديل اللي بكسروا الكسرة وبيتوا على الحفر ديل بيطرحوا البال بوعي ويترصوا الطير في الشجر امشوا
امشوا الطرق ليكم مع بدبينا، نحن اللي حصل املس ما لينا غير نسني البطانة الجزمة في شهوة مشي. منعول ابوك يا كل شيء، منعول ابو القول الملبك بالمجاز. يا الله جاز، يا الله جاز لكل فقير ما شم في الطيب النتن. يا الله جاز لكل فقير ما جوع الطين بالفتن وقال ابتدي الهز يا سما. يا الله جاز لنا العمل نقدل على النار بفهم. شوف ضحكة القمرل بترمي قروصة بطاقة سحاب، ما كان بتشبه شيب على راس عمنا، كان بيستشف العزة من وعر الشوارع. وضحكوا في ناس يا لدى وفضلت تمارس في الوصول والسفلدة، الوصول والسفلدة ما هامة بيناس صفتها ونحن نمسدها بالمشي. خفت مكنتم قيردون، خفت مكنتم قيردون ساكيها عاطل بالبصر، خفت مكنت الجاهلون ساكيهم القول بالصور، خفت مكنت الآفلون ساكيهم الموت والقبر، ما عرفوا إن الدنيا في عين المحب حنب المطر زاد قسوة تتلاشى وتدوب، والآخرة الآخرة زرد الضيق قدر ما نشتهي. ما كان بزوغ الرؤية في الجول سلفقة، والخاطرة ظلمة بتنقشع قدر احتشاد الشوف على بال الوعة. يا طير الملمات والدروب الميتة ما كان تكتئب، طير لأماكن تبتدي حجم المدارات تنتهي. ما ترسى في جهل المدارس ومفردات البرمجة، قهقه على الراس طافية. داود كان حبل لفوق فوبيا الظلام، ما فيها غير زول محتجب يا طير ولا كانت تكتب تكتب على السما بالهلام. حرش على كل الكلاب اللي فطاحتك وينمحي، اسفل مقيت الفقرة كان ليهم شهي. سم في الكلاب الداخلة من باب السلام، وسم في السلام لو كان بيقطع في خطوط يدي ولتقى بالطمع. ما تهدى يا شوف يا سمع كلام، ما تهدى يا شوف يا سمع، ارهقنا كتم القيفة من عين البحر وكل الديانات دي دبان. ادانا تعليمات صبر لما نكمل صبره انصرف، جوانا مليانين دفو والكرشة طامة وبيتنمي الليمتين حنقطات بالفتات. والدائرة يا شوف تكتمل اختيني يا حمل، وانفلات الشوف على الافق الهلام يا هو السعرات الجميع البستة والدروشة. وغنيت انين كل الشعوب الراقدة في جالون وقود، ماتت عيونا مفتحة تشهق غبار زيف وعود. غنية صادقة غنيتك لما مدت، سبيتك لما انفقت، والمات مصران وملبق بحلم العيش بتغطى. يا بارقة ري للصحراء، يا ضحكة جميلة ونظرة كان فارق الكم بيناتنا ولملم حلمي وفتة. حبات العشم القامت ما كان بتتم جدة، وانا زول مبتور ومقطع كيف اقطع بحر الكتة. وحبات العشم القامت ما كان بتتم الفتة، وني كاذبة حاجيك من ظلمة مداين الكتم ضو، وانشر نيل في وجهتك وارسم على كل الجحور الضيقة جو، واغزي الخويتات سترتك امتهني باكر بنفس كل البراحات حقتك، وانا كل نسيم في سكتك امتهني باكر بنفس كل البراحات حقتك. الغنية الغنية متلازمة وحيح وهروب من الطير بالسكر، نبداها وين نسى انتهى النعلات قطار لدنيا اوضح ما يكون، بس بجهر الشوف الصفا وبرتد جنون. وانا انا من اكون والنجم اللي اتفتريت على بساط، والدنيا لسه بتحتفل بيتفل من وقت انبساط، والمويه فارغه وتنحش. يا الله بالين من جديد شان اروى بين الناس شبه، وادلق عوالم شلهتا من دمي والليل اندمل، وانكر بين الدنيا في عين المحبين غوص غزح زاد قسوة تتلاشى وتدوب، والقاني في الحالتين غريب لا ضير لا ضير إذا نعشك تكمكم بالسكات، ونباري طربانين عمى لا ضير إذا نعشك تكمكم بالسكات، ونباري طربانين عمى لا ضير. يا سلام يا والله يا أخي لا ضير إننا نعمل توقيعاتنا، ما دارين أي كلام عنه، نعمل توقيعات الختام كالعادة ونحترف بأنه دخلنا على أستاذة زينب ضيوف ومرقنا منها ضيوف وما زال في الحديث بقية، لكن قدر الأشياء الجميلة إنها تمضي كالنسمة. وبدون أدنى كلام بدون أدنى تمهيد
اي زول يعمل لنا توقيع صغير توقيع صغير توقيع صغير. لما عشقته تغيرت بعد النضوج قناعتي، اصبحت خلق الرجال جميعهم في الاصل من ضلع النساء. انا توقيعي هيكون يعني بس بقول للرجل اللي بينبذ فوق النسوان طوالي ده كده، والله من بس هذه حرقه يا جماعه كده، فبقوم اقول له شنو؟ سيم خشم الحنين الفكر، رماد تكيل حاسيسك، يا مدس خلف وشيك ومن جوا اتنفض كيسك، براك بتوهم العيشه وقلبك ده المليت قدود، لا نمليه لا خيشه، صايم من فرح مفقود وتحلم بربع عيشه، سيم خشم الحنين الفيك رماد تكيل حاسيسك. انا ما نصيح؟ اي انا ما نصيح؟ بالفعل ياتك هواي مناي كل هذا النويح، غلطانا نشلتك منى ورتبت اسمك في الشعر دوبيت وعامية وفصيح. أنا ما نصيح؟ بسم الله. الزائر الكريم أهلا حباب آلاف، إن زرت الشرق تلقى الكرم أضعاف، أجاك يا وطن شايل الجمال طواف، نشيل فوق العين في راسنا والأكتاف، مدينة المحار والروعة في الأصداف ازداد. مالين بنات أفكاري شرطا حلقة هنو بكني وتكني، حية مرمدة فتحت عين آخر عشم في عين زماننا الغمدة، ونكتة من بطن الهموم ديدان مآسي مهردة، وجردت إحساس الوصول لسكة قررت أحردة، عكستني ورايت العلي عاينت لي مجردة، مليان بشوقي وكايس ليك ما بين الواقع والأحلام، مليان بشوقي وكايس ليك ما بين الواقع والأحلام، داسيك في حرفي وبنده ليك، وزعت ملامحك للأنسام، سايقاني معاك وبيراتيه لآخر ملمح للآلام، غريبة وحاتك لا مليت لا شلت في خاطري عليك ملام، وانا لسه بريني كنت شاقي، يا مفترة قدرة اشواقي، تلتين من عمري كفاية عليك عشان اقدر اجيلك بالباقي، كمل ليلة بكرة استنونا في نفس الملمة، بسمع ضيف جديد على قناة البحر الاحمر في برنامج نحن ضيوف. السلام عليكم. انسى الاحباب راجي في الباب، مين للعين نسيب تشوفك، انسى الأحباب.